السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على محمد. خابتي صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، اللهم اغفر الذنوب وينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله عام موفق للجميع. خاوتي، اليوم جيتكم بواحد الموضوع على الشوكة البنفسجية. فيها نوعين، في الحقيقة فيها أربع أنواع. كاين زوج هذو اللي راح نوريهم لكم، وكاين زوج أخرين خاطر أخرى نوريهم لكم إن شاء الله. قبل ما نبدأ خاوتي، عاونوا القناة خلي تطلع، اللي مش مأبوني أبوني، واللي مأبوني عاون تعليق إعجاب. والقناة هذه إن شاء الله راهي تاع الناس كل تتعلم منها ودايرها لله في سبيل الله، وسرتو الناس المبتدئين. وبربي ان شاء الله مع اخوكم فيصل، اللي ما كانش ينتج تبع فيصل تنتج بربي ان شاء الله. وهاي نبداو بدون اطاله، نبداو خاوتي. هذا النوع الاول اللي قلت لكم ينبت في الربيع، ها هاني جبت لهم شجره ديركت، الله يبارك، شجره عملاقه هاني حاطط بها بالعروق تاعها، حطيتها في بيدون تاع ماء، تبقى لهم 15 يوم كيما هكا تكمل بهضره. هو يتغذى على الزهره تاعها، يتغذى. شوف هذه النوع الخشين، هذه اللي قلت لكم خشين، هذه النوع الخشين. وكاين نوع رقيق، ها وين هذاك راني شغل حليته لهم، سهل عليهم العمليه، وهذا خليتهم باش يحسوا رواحهم في الطبيعه، يحسوا رواحهم في الجبل، ها كيما هكا بربي ان شاء الله يحسوا. انا في المغرب على بالكني مع المغرب والدنيا مظلمه، ها شو هني شعلت الضوء بين الفيديو صافي برك، ونعاود نطفي لهم. هني في المغرب قاعد نصور، كون جينا نصوروا في النهار نوريهم لكم، حتى وسرحي بربي ان شاء الله ريحوا معايا الاخر، نوريهم لكم على الطبيعه، سارح في الشوكه هذه ونديري في الطبيعه. كملوا الفيديو الاخر برك اخوتي. هذا قلنا النوع الاول الخشين، هذا اللي ينبت من درك وروح حتى هذا يريح حتى الماي لافان تاع الربيع ويخلاص. من بعد كي تخلص هذه او كاين تزمور ثاني، تزمور كاين واحد الكاليتي اخرى تاع تجي شهبه كي الزرنيز يسموها، ولا كاين يسميها زرنيز، كاين يسميها شوك البيضه، كل واحد كيف يسميها. وهذه تنبت من درك وتزمور ثاني ويبدا من درك بعد، ومن بعد كي تفض هاي ليكم خوتي، كي تفض هذيك الخشينه تبدا الرقيقه. هذه الرقيقه، النوع الرقيق هذا، هاي الله يبارك، اني قاسمها لهم، هاي قاسمها لهم باهي تهز الزريعه ديريكت. ها شوف الزريعه هذه كامله زريعه خوتي، ها ها معمره القلب تاعها، معمر زريعه. ها هذه يدي منها حطها له ربي نظام غذائي الوقت هذا، هاي يوكل بها الفراخ تاعه ويتغذى عليها ويدي منها الدود ويدي منها حشرات المن. هذه الساق تاعها، هذه مع منها يسخن الحال شوي تلقى الساق تاعها كامل معمر حشرات المن. وتلقى هذه كاينه واحد الخنفسه تبيض هنا في وسط الزهره هذه، ومن بعد البيضه ذاك يفقص. هذه الخشينه هذه تلقى فيها حتى 9 دودات 10 دودات، هذه في ماء سرتو في ماء يكثر الدود تولي معمره دود. هذه كي يفقص البيض في وسطها يتغذى على البذور تاعها، بعد ومن بعد يتحول ويفقص يولي دود، ومن دود يولي يرقى، ومن يرقى يزيد يولي خنفسه ويروح في البريه على روحه. هنايا ها هذه نورمالمون ما تبداش درك، عندي بلاصه سخونه قاعده تطلع فيها قبل وقتها. هذه يا خاوتي تبدا من لافات الربيع، تبدا من جويه ماي وتريح حتى لافات جوي. هذه وشنو انا نجيبها، عندي بلاصه هنا قدام دار سخونه تطلع على غير وقتها، هي مش نورمالمون مش وقتها درك. هذه وشنو انا نستغلها، هاي طلعت نستغلها، ها ها نعطيهم طبق، هاني عندي نحيت لهم صاشيه كبيره، هاني كل يوم ندير لهم كيما هكا، نعطيهم صحن نص طبسي صباح، طبسي نص نهار، طبسي في العشية، كيما هكا هم يوكلوا، هم يوكلوا يوكلوا به ولادهم. هز كل واحد يهز لابار تاعو، هاي عندهم بيضة هاي يكملوها،
بيض خاوتي ومليح ثاني، ويطلع الفراخ معمرة بروتين. خاوتي البيض ربي يبارك ومعمرة بروتين، انا نخدم بها ما يتنحاش البيض من السلاكة. السلطة الخيار اليوم اني ما حطيتش سلطة، ها اني حاط القرنينة. كي نحط القرنينة والشاردوماري ما نحطش سلطة والخيار. هذه شوف، هذه شاردوماري هتشوف فيها، وهذه قرنينة. هاو بوكي يعني كوكتيل، ها بوكي كوكتيل. هذه قرنينة، هذه شاردوماري، هذيك شوكة بنفسجية الخشينة، وهذه هنا الشوكة البنفسجية الرقيقة. وعندي هنا ثاني يا خوتي، ها عندي هنا ثاني، هاني داير لهم بوكي حريقة، بوكي حريقة وتيفاف، ها بوكي تيفاف بوكي حريقة، وقريب يكملوها. هذا نرمموه غدوة نرميها ونزيد نجيب لهم، نجيب لهم بوكيات جدد. هذو فيكسي ما يتنحاوش. الله يبارك الله يبارك. هاو الكوبل هذا، هاو الكوبل هذا، الله يبارك. ها هاو عاود، ها سانكيام نيشي خاوتي، ها اللي يشوف يقول الله يبارك. ها سانكيام نيشي في نفس البلاصة خاوتي، ها الله يبارك ما شاء الله. هذيك ثاني سانكيام نيشي، الله يبارك. هذه كامل الله يبارك حبوب طبيعية، شوف الله يبارك ما شاء الله. هذه ثاني سانكيام نيشي، ها ما شاء الله. زيد الله يبارك، دوك نوريكم. وراها هذه ثاني، اي ثاني سانكيام نيشي. هذه ثاني هنا بدات تدور حتى هي، ها سانكيام نيشي. هذه الله يبارك عندها 4 بيضات هذه، ها ما شاء الله. اللي يشوف يقول الله يبارك غوتي، عندها 4 بيضات بلاستيكيين الحقيقيين معندي، ها الحقيقيين معندي الداخل. سمي عبالي بها تبيض غير بالخمسة دي. هذه الله يبارك عطتني 4 شوش، خمسة خمسة، وهذا الخامس. بربي إن شاء الله غدوة تلحق الخامس، بربي إن شاء الله. الله يبارك، هذه تمد غير بالخمسة، كاين هذيك ثاني تمد بالخمسة ثاني. وهذه هنا عندي هذه ثاني، هاي قنارية هاي في سوبات هذه، الله يبارك ما شاء الله. هاني ليح تحتها بيض تاع مقنين حتى هي، ما شاء الله. عقد يبارك، هني في المغرب أخاوتي، والله قاعد نصور في المغرب، ها هاي تشوف بدأت تطيح الظلمة. سينو درك نصور لكم، سينو درك نصور لكم كيفاه كيفاه ياكلوا وكيفاه. غدوة بربي إن شاء الله درك نصورها، كملوا الفيديو للاخر برك. هاي اخوتي، وهذه هي اخوتي، اخوكم فيصل يوكل غرب الطبيعي وطه الله. واخوتي هم وين يباتوا الزواوش، يتلموا هنا كامل في شجرة تشين هذه ويباتوا. وهذه هي اخوتي، ودعموا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.